وتعالوا ناخد أول سؤال النهاردة من السيدة أم محمد من القليوبية. سيدة أم محمد، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا دكتور ربنا يبارك لنا فيك، أنت بتنور قلبنا بالإيمان وبتغير الله من جوانا حاجات حلوة كتير قوي، ربنا الله يخليك لنا. الله يرضى عنك يا حاجة أم محمد الله ويزيدك النور يخليك وبركة. ما تنحرمش منك. الله يعز حضرتك. الله يخليك. أنا ست عندي 67 سنة، أنا يمكن أنا اتصلت بك قبل كده. أنا بقالي سنتين لما بصلي على كرسي، لأن أنا ما بعرفش أسجد في الأرض أبدا ولا أرقى. طيب. عندي ظروف كده رجلي الشمال. طيب ولكن ربنا يجمع لك بين تمام الأجر والعافية يا حاج محمد. الله يخليك، أنا بصلي على كرسي وبسجد وبرقى وكل حاجة، بس بقوم أقف الأول أنوي وأصلي على الكرسي. هل ده بيأثر من يعني من نوايا عند ربنا ولا إيه؟ حاضر أجاوبك. والجواب الثاني والسؤال الثاني لو سمحت. اتفضلي. أنا ليا ابن صاحب عيال كان عنده حتة أرض ومش عارف يبنيها، تبعها عشان إيه مش عارف يبنيها، ودلوقتي يقول أنا خايف على فلوس هتضيع مني هحطها في البنك. هل نسبة الفوائد بتاعته اللي بيقولوا هيديها لك 19% دي حرام ولا حلال؟ أجاوب على حضرتك يا حاجة أم محمد. حاجة محمد، أنت صلاتك إن شاء الله لا ينقص من ثوابها، بل إن الله سبحانه وتعالى قد يزيد في ثوابك لو عشان أنت بتبقى حريصة وربنا سبحانه وتعالى بيزود عليك الثواب إن شاء الله. فإن شاء الله بالعكس، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشخص إذا اعتاد على عبادة ثم سافر أو مرض يحصل على ثوابه معافا، ماذا؟ صحيحا مقيما. فإن شاء الله ثوابك لن ينقص أبدا لصلاتك على الكرسي بسبب الظرف الصحي، وربنا إن شاء الله يجمع لك بين تمام الأجر والعافية. دي الأول. حاجة تانية بالنسبة لابن حضرتك، إن هو يضع المال في البنك، هذا مال حلال وهذا نوع من أنواع تمويل مشروعات البنك وليس فيه شبهة، وإن شاء الله ربنا يبارك له ويزيده نور وبركة يا رب العالمين.